زهرة ايش قاعد تطبخ؟ بنمات هي نودلز ويا عيش مال هذا السفنه. لحظه عيش شنو هذا؟ اول مره اشوف عيش. هذا مو العيش اللي كله دهن، العيش اللي هذا اللي كذي. لان شفتي هذا اللي جايبته انا. صدق ما شفته بعين لما سالتهم كانوا يقولون لي شي يسوونه، شي يسوونه يعني. هم يسوونه عن طريق كيس بلاستيك. لا انا شايفه يسوونه يحطونه بتشيز بلاستيك صح، يوبوت رايس البلاستيك انزين تحطون فيه عيش بعدين يو كلوز ذا هذا وتحطون التشيز صح. ما ادري والله. اي سي وان فيليبين ميك لايك ذس ان بلاستيك ميك. الله اشتهيت الرقي، ابي رقي. طال رقيه شلون تقولي تعالي كليني خي بلاتفورمي شوية. طباختنا زهرة قاعد تدور سكينة حادة حق شنو؟ البصل. قاعد تدور أكبر سكينة حق البصل. أنا أقول ما تروحين تمتحرين جلس تدورين سكينة. يا حبيبتي ايش تاكلين؟ ذوب طاقة رمتها لا عاد شبدها. زهرة مسكتك حق البصل كذي غلط، كذي يمسكونه. إيه عشان لا تقصين صبعك. ايش كثر غلط كذي مسكتك غلط. ذاك رقي الله شلون كذي. ايه طق لنا ثوم طبعا. لا 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 سكينه لا. شن سويت؟ كان ايه تشربه كان ايه تشربه. ويا امي تعال ويا كان يعورني؟ زهرة طاح بكبدها حطيتها بكبدك حبيبتي ها؟ آية؟ ليش أم؟ ولما واحد فيكم على هالحركة يطيح على راسه يقعد يقول فلان طقني وعلان طقني صح؟ انتبر أنت هناك وأنت يا رئيس العصابة عطني هذا لا أطقه براسك. يبا؟ أيوه أتول. وين عباس؟ فوق نايم. نامت عليك الطوف. قولي خلي يبونه خلينا نلعب بخدوده شوي. انت فيك نومه صح؟ بطوم حبيبتي بعد شوي تعشون تنامون ها؟ وانت بعد تعشى وتنام. انت متى بتنام؟ متى بتخمد؟ احنا من خمد تعشت. من خمد تعشت. وكيفك؟ فؤاد شو مسويه؟ قصه شعر نفسها. تعالي. ما ادري تعالي. انت شلون قصيتي شعرك؟ تقول ايش درى الحين اي جزئيه قصه؟ قدلة ورا زلوف. قولي حبيبتي ما راح اهاوشك، وين قصة؟ بس شوية حبيبتي قصة خاطرش تقصينه؟ ليش يا ماما ليش؟ صبقتك راحت، الصبقة كاهي راحت. ما يعور. ما يعور، تبي تقصين بعد حبيبتي؟ اقص راسك آية إذا مرتين كذي سويتي. اسوي مساج هذا الوضع حاليا. شنو نشوف؟ واو ما شاء الله قويه شايله جول. يا سلام شنو كبت. شنو لا تشوفي ماما زرعه تدرين ليش؟ ليش؟ لان كل يوم توديني المدرسه امتحان امتحان امتحان. ما احب عشان توديش مدرسه. انت شنو؟ انت ايش فيك؟ لا تحبيني. يلا طهادي طهادي الحين بمسكك بنتفش بشيل شعره شعره من شواربج. ترى الحين اعطيك تهديدها ترى تسوي اي ادري فيها. هاي ها شخصيتها قوية وايد والله ما اخاف من احد. ابوي احس فيها هالشيء حيل. والله كفو اختي انت كفو. لا تشجعينها على الغلط. لا كفو ثانية من هاي ما تخاف من احد؟ وين ما تخاف من احد؟ آية تخاف مني؟ اقول بابا محمد ايه صارت طقها للحين طق لها بتعفس البيت. يعني شي حلو ما تسمع كلام الكبار؟ انا؟ آية شنو؟ او ماي جاد احسن ما تخاف من احد شخصيتها. يلا ها شخصيتها حلوه توا شخصيتها حلوه وتمدحينها ان شخصيتها حلوه وقاعد تطقك وتكفخك وتشعم فيك.
عفية آية ما تطولين سانش على ولا حد بس ملاك طولي سانش عليها. قولي لها قولي يا شادية. شخصيتها حلوة هي شخصيتها وايد حلوة الصراحة قليلة أدب وإنسانها طويل شخصيتها تينة صراحة حنونة أي وايد حنونة ويا ويهزيك لا طقي أح تعتدني شخصيتها وايد حلوة واي شوفي هذا هذا يا لا تعتدني شو تتفيني هوية هاي هاي شادي انتي آية ت ت ت قصدي شخصيتها حلوة لما تكبر لما تخاف من أحد أيوة لأن قليلة أدب بتصير يعني نفسي شخصية قليلة أدب يا حبيبتي عمره واحد ما كان قليل أدب شخصيته حلوة عرفتي لا ما قلت عمره قليلة لا هذه قليلة أدب قليلة أدب نفسك عرفتي أم إنسان إنسانها متبري منها الإنسان متبري منه مو معناته شخصيته حلوة شخصيته حلوة بأخلاقك إنك تفرضين كلمتك باحترامك لا أنا أفرض كلمتك باحترامك أنت باحترامك أكيد أي خير إن شاء الله من يشهد لك أوي طاح جدتي من يشهد لك من يشهد لي أنا أشهد إيه هذه شوفي كذي شخصيتها شيء تساعده لا والله حرام عليك أنا أساعد أعطيك كل شيء أنتي والله العظيم والله والله أنتي وايد تمدح نفسك كافي انك مو صاحيه يوم تضحكين ومره واحده تقلبين ترى ما انا ما اضحك مني الحين تقول لي ان برجي برجي اثر علي لا مو برجي اثر علي بطني اثر علي ما هلا يعني الحين اثر عليه يعني الحين انا بطني بطني لما الحين انا امس كنت تعانه ما كنت معصبه كنت يعني أنا حبيبتي كاحنا نيوع ما نعصب بس لما كليت لما كليت عفوا 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 كلمات من الأساطير مكذبة شنو؟ نعم نعم بس خلاص المهم نادتك إيه شنو الكلمات بين أساطير